نحن بدنا نشوف على المسرح لو الفنانة إليسا قررت تجدد أغنية من أغنيتها، كيف تطلع النتيجة؟ يلا يلا. ملكة الإحساس ممكن تكون عم بتغني قمر لكل الناس برؤية المبدع باسم فغالي يلي دايما هيك بيبهرنا باللوحات اللي عم بيقدمها على مسرح ذا ستيج. شكرا باسم فغالي. شكرا. حبيت أحمد؟ باسم موهوب، يعني موهوب، عنده هيك بالشخصيات بخليك تحسي بهيك شغلات فيها حنكة، يعني فظيع فظيع.